عن طريق ما يسمى بأكاديمية الشباب. تعال نشوف الانفوجراف ده، خريجو أكاديمية الشباب يقتربون من المناصب الوزارية. خريجو أكاديمية شباب السيسي يقتربون من المناصب الوزارية. العربي الجديد: تم تعليق التعديل الوزاري المرتقب بسبب ضغوط من محمود نجل السيسي بسبب محاولته ترشيح عدد من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب كوزراء أو نواب وزراء بعد سابقة تعيين عدد منهم كضباط في الرقابة الإدارية، وبالتزامن مع دفعه لعدد من ضباط المخابرات الموالين له كقيادات في الجهاز الإداري للدولة كالمسؤولين عن منظومة تسويق تراث الإذاعة والتلفزيون وتدشين المنصة الإعلامية الجديدة المملوكة للمخابرات ووتش إت وشركة إعلام المصريين التي تضم شركات إنتاج تلفزيوني وصناعة محتوى إعلامي، وبرزنتيشن التي أدارت كأس الأمم الأفريقية وتشرف حالياً على كأس الأمم الأفريقية للشباب، حيث يرى محمود السيسي أن الوقت مناسب للدفع بأجيال جديدة موالية للسيسي وحده، فيما يواصل محمود السيسي البحث عن شخصية لخلافة مصطفى مدبولي، حيث يتفق مع عباس كامل أن مدبولي دوره انتهى وغير مناسب للمرحلة القادمة. ويهدف محمود السيسي للسيطرة على الأدوات التنفيذية في الملفات الخدمية الكبرى والتي تتعلق بحياة جميع المواطنين المصريين، مثل وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم والتمويل. ولذلك فمن المرجح أن يشغل خريج الأكاديمية منصب وزير أو نائب وزير تلك الحقائب. هتيجي حضرتك تقول لي طب وإيه المانع لما يعمل أكاديمية شباب والشباب دول يتولوا قيادة الدولة زي ما الخبر بيقول بالأسماء أهو، البرنامج الرئاسي للتأهيل شباب يساهم في قيادة الدولة. هتيجي حضرتك تقول لي الكلام ده، يعني إيه المشكلة؟ ما انتوا مش انتوا بتقولوا دايما في البرنامج وسعوا الفرصة للشباب وادوا الفرصة للشباب؟ إيمان عمر ريان تم تعيينها نائب لمحافظة القليوبية، محمد هاني غنيب نائب محافظ بورسعيد، نهال محمد فتحي بلبع نائب محافظ البحيرة، لمياء أحمد عبد القادر، وأحمد جمال محمد مصطفى نائب محافظ اسكندرية، والمهندسة مي سعيد معاون لوزير الزراعة، والبيت ومحمد فكري البيوم القرشي أو القرش بالدرجة إلى آخره. يعني المشكلة لا، ما عنديش مشكلة، بالعكس في فرصة كبيرة جدا إن لازم يتاح للشباب، لكن السؤال مين دول؟ مين دول يا بت؟ قريب فريد شوقي في مصحف الدلوعة، بجد ولا مين دول؟ السؤال ببساطة يعني دول بيخشوا إزاي الأكاديمية؟ إزاي بيتم تنقيتهم؟ إزاي بيتم اختيارهم؟ ما هي عدالة الفرص؟ يعني هل متاح لابني مثلا أو لبنتي إنها تخش البرنامج ده؟ وإيه الشروط؟ وهل الأمن اللي بيتدخل في القصة دي؟ وإيه اللي بياخدوه عشان يبقوا قيادات؟ إيه اللي بياخدوها؟ وما مدى، يعني هقول لك مثال، يعني مثلا لما تيجي أنت وزير يعين مثلا ابن أخته في الهيئة الفلانية، حد هيقدر يكلم ابن اخت الوزير ده؟ اطلاق، انا بقولك عن تجربه يعني اطلاقا. يعني كان في وزير اعرفه كان جوز اخته ماسك منصب في حته، ولا اتخن شنب في الوزاره دي يكلمه، قصدي جوز اخت الوزير. فالشاب اللي بيتعين دي زي مي ومش عارف نبيل والامياء، لما يروح نائب محافظ اسكندريه مثلا، تفتكر محافظ يقدر يكلمه؟ ده جاي من البرنامج الرئاسي يا ريس، ده جاي من البرنامج الرئاسي وعنده علاقات، والراجل ده لو زعلتوه وقال همشي محافظ اسكندريه هيحفى على ركبه عشان ما يمشيش. فمين دول اصلا وايه كفاءاته؟ ثم جبتهم منين دول بقى؟ وبعدين ما انت عندك عشرات المئات خريجين، قصدي حاصلين على الدكتوراه والماجستير، وكانوا بيعملوا مظاهرات، خدتهم معاك؟ دول اتنقوا ازاي؟